السلام عليكم. كليم كوين واحد من أفضل المواقع الجديدة اللي ممكن نكسب منها عملات رقمية. بتفعل مع محفظة الفوشة بي، والحد الأدنى للسحب بسيط جدا، حتى أقل من 1 سنت. إذا رحت هون أنا على كلمة ويزدرو أو سحب واخترت وحدة من العملات، كلهم مليانين مثل ما كنتم ملاحظين. رح أختار أنا مثلا عملة لايت كوين، بضغط عليها هون وبنزل شوي بالصفحة لتحت. شايفين أصدقائي، الحد الأدنى للسحب 500 توكن، أقل من 1 سنت. هذا شيء كتير منيح. معي 630 كوين، بيطلعوا 7600 ساتوشي لايت كوين. بنزل بالصفحة لتحت، بالموقع الموقع حط هون عنوانك اللايت كوين داخل الفوشيت بي. بروح على الفوشيت بي، بروح على كلمة وولت، بجيب عنوان محفظتي اللايت كوين. نسخ، ما عندك محفظة، راح احط لك بصندوق الوصف فيديو بيشرح لك كيف تنشئ هاي المحفظة بطريقة جدا سهلة وبسيطة وآمنة. باخذ العنوان نسخ وبرجع للموقع، طبعا بحط العنوان هون بهي الخانة لصق، وبروح على ويزدرو، بضغط عليها وبنتظر التحميل. طبعا دفع الموقع بشكل فوري. شايفين اصدقائي، هاي الكميات راحوا على محفظة الفوشيت باي. بروح على الفوشيت باي وبحدث صفحة الدفعات داخل المحفظة الوسيطة فوشيت باي، حتى شاهد الدفعة اللي وصلتني من الموقع هي 7624 ساتوشي لايت كوين. نورمال بيمنت، تداول تاريخ هذا الموقع كلين كوين. طبعا موقع جديد، موقع مميز، من افضل المواقع الجديده ممكن نكسب منها عملات رقميه بشكل مجاني بطريقه جدا سهله وبسيطه، بعد ما شفنا اثبات السحب من الموقع. نديل للتفاصيل. طيب بسم الله نبدا. اول شيء التسجيل بهذا الموقع جدا سهل، كل ما عليك انك تضغط على اللينك تسجيل، راح تلاقيها اياه بصندوق الوصف. طبعا اللينك مباشره، ما بستخدم اي روابط مختصره، هذا اللينك بيعطيك على المدونه الخاصه فيه. المدونه الخاصه فيه في رابط مباشر، انا ضغطت يا اخي الكريم، بتفتح معنا صفحه. نحن ننشئ حساب جديد، بنروح على كلمه ريجستر او التسجيل هي اللي هون، بنضغط عليها، بيطلع لنا كابتشا لكلاود فلير. طبعا يفترض تنحل اوتوماتيك، ما انحلت بيعطيك طبعا نافذه تضغط عليها مشان تنحل الكابتشا. طبعا هيك وجهني لصفحه التسجيل، بنحط هون اسم مستخدم باللغه الانجليزيه، ايميل صحيح يفضل يكون جيميل، وراح ناكد هذا الايميل. باسورد محترمه، بنعيد الباسورد، بنزل لتحت بنحل كابتشا، كرييت اكونت، بيكون صار لنا حساب. الموقع ربطنا رسالة تأكيد على بريدنا الإلكتروني، ممكن نلاقيها بالبريد العشوائي أو الغير مرغوب فيه، في رابط أو لينك وضغط عليه بتفعل الحساب وبصير جاهز للربح من هذا الموقع. بعدين بروح على الصفحة الأساسية بالموقع، أو من كلمة ساين إن هي اللي هون، هي نفسها هون بالصفحة الأساسية اسمها لوجن، بعبي بياناتي وبسجل دخول للحساب. طبعا أصدقائي، رسالة التأكيد هذا الموقع بتجي بالبريد الوارد، لكن نادرا أو بعض الأحيان ممكن تجي بالرسائل غير مرغوب فيها. في هذا الرابط لازم نضغط عليه عشان نأكد حسابنا ونعرف نشتغل بشكل طبيعي ونسحب من الموقع بشكل طبيعي. طبعا أصدقائي، هاي واجهة الموقع. من الداخل نحن بنجمع توكن، نسحب معادلاتها بالعملات الرقمية مثل ما شفنا ببداية الفيديو. كيف تبلش جمع التوكن؟ عندي مجموعة مميزة من طرق الربح. أنا أول شيء صنبوري يومي كل 24 ساعة، بس بروح على كلمة كليم هاي اللي هون، بضغط عليها، أعطاني 80 توكن مثل ما كنتم ملاحظين، انضافوا برصيدي داخل الموقع. فيني كمان بعد فترة ارجع طالب من هذا الصنبور. في صنبور عادي داخل الموقع اسمه فوشيت هاي اللي هون، بضغط عليه، بيعطيني 12 توكن بين المطالب والتاني 7 ثواني. دائما بالصنابير اضغط على المساحات الفاضية، ممكن يطلع لك نافذة وموسيقى. بعدين بنحل اصدقائي الكباتشا والانتي بوت، طبعا هون بنحلهم بالترتيب من اليسار لليمين. هاي تاني وحدة، هاي تالت وحدة، الكباتشا فيرجن 3. تأكد انه الانترنت عندك مقبول عشان تنحل بدون مشاكل. كولكت يور ريورد، بنكون كسبنا طبعا قيمة هذا الصنبور أو هاي المطالبة. صنبور كثير سريع، كل 7 ثواني فيني طالب فيه، أسهل من هيك أسرع من هيك ما في. قيمة المطالبة 12 توكن قليلة، لكن كل 7 ثواني فيني ضل طالب 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 إلى ما لا نهاية. في عندنا هون أصدقائي بي تي سي أو مشاهدة الإعلانات، ضغطت عليها مثلا هذا الإعلان 20 توكن، بشاهده 15 ثانية 20 توكن، وفي مجموعة منيحة من الإعلانات. بس بروح على فيزيت، بضغط عليها، بنتظر اكتمال الاعداد الرقمية. طبعا هيك اكتملت كاباتشا فيرجن 3، هي الخيار الوحيد المتاح. مثل ما قلنا، يفترض الانترنت يكون مقبول لتنحل بدون مشاكل. فيريفاي، بتسكر طبعا النافذة الاعلانية، بكون كسبنا طبعا قيمة هذا الاعلان. في تابع بقية الاعلانات كمان اكسب منها. الطريقة الاساسية للمكسب داخل الموقع هي شورت لينك او روابط مختصرة، اذا ضغطت عليها طبعا بالروابط مختصرة بناخد توكن وبناخد انرجي. يعني مثلا هذا الرابط 400 توكن كمان بيعطيني انرجي، الانرجي فيني اصرفهم بالصنبور الاوتوماتيكي داخل الموقع، يعني المكسب كويس. 400 توكن هون تقريبا حوالي نص سنت او اقل بشوي. هذا 300 توكن، عرض الشورت موجود ب 200 توكن، 400 توكن ومعي 10 محاولات، عندي 4 سنت طبعا من 10 محاولات الخاصة بهذا الرابط. هون كمان عندي 200 توكن،
ب 20 مطالبة كانوا 4 سنت، دول 8 سنت فيني اخذهم خلال ربع ساعة او نص ساعة، يعني ما راح يكون مكسب خيالي، هاي روابط مصاري اخي كريم، لكن هذا شيء حقيقي وراح تسحب هاي المبالغ لمحفظتك. وكل يوم اسحب رصيدك من الموقع، كل ما جمعت مثلا 5 10 سنت اسحبهم على محفظتك 1000 وشيء. راح نتجاوز الارن ناو، شوي طويل لكن قيمته كويس، يعني ممكن ياخذ معك دقيقة او دقيقة ونص مو اكثر من هيك. روح على كلمة كليم وفيك تتجاوز مجموعة من الروابط المتصارعة على مواقع تانية، لكن خلي الانترنت يكون عندك مقبول مشان تنحل معك الكابتشات بدون مشاكل. يعني انت فيك تتجاوز داخل هذا الموقع احد الروابط، فيك تروح على مواقع تانية تشتغل عليها كمان، بس انتبه يعني مثل ما قلنا يكون الانترنت عندك مقبول مشان تعرف طبعا تتجاوز هاي الروابط بالشكل الصحيح. هذا الرابط 7 صفحات، طبعا اذا طلع لك على شكل شاشة سوداء بس حدث الصفحة، لانه بيكون شايفين اصدقائي كل هاي الاعلانات، احيانا الانترنت عندك ما بيتحملها، بيفكر انه انت حاطط اي اد بلوكر مع انه انت ما انك حاطط. بنزل طبعا بعد ما حل الكباتشا لا جو تو ستيب 2، الصفحة اللي بعدها هي عدادة رقمية، جو تو ستيب 3، المرحلة اللي بعدها نشاهد اعلان بصفحة ثانية لمدة 15 ثانية بس اوبن ان نيو تاب، نفس المبدأ على الموبايل فيك تعمله. تجاوز الروابط المتصارعة على الكمبيوتر اسهل، عندك مساحة اكبر بالشاشة، وطبعا نقرة الفأرة اسهل من نقرة الاصبع اكيد، يعني مع هذا الشيء مع هاي المساحات. بنتظر اكتمال العدادي، ما برجع شايفين اصدقائي يعطيني هون العدادي ثانكس، هون شايفين اصدقائي صار فيني سكر النافذة الاعلانية وارجع مرة ثانية للموقع، جو تو ستيب 4 للصفحة الرابعة، كمان هون كباتشا بنحلها، كمان بتابع طبعا هاي الصفحة بدنا اعلان، نفتحه بصفحة ثانية، انتهى الاعلان، جو تو ستيب 6، طبعا هون فيها كباتشا بنحلها، جو تو ستيب 7، طبعا هون طالب منا ان يشاهد اعلان نفس الشيء. طبعا مثل ما قلنا دائما حلم سعر العملات الرقمية دائما راح يكون مرتفع مع الوقت، خاصة العملات الرئيسية مثل البيتكوين والإثيريوم وعملات الشبكات اللي من ضمنها كمان الإثيريوم، البي ام بي، ترون وغيرها، هاي مع الوقت راح يصير قيمتها كتير عالية، فركز عليها دائما واجمع هاي العملات. ممكن اي 10 دولار تجمعهم هلا تلاقيهم 500 دولار بعد 5 سنوات، مين بيعرف، سعر العملات دائما بيرتفع. اذا شفنا القصة على مدى سنوي هون فينش، لكن اصدقائي راح يوجهني القسم الثاني من الرابط، هو هون 3 صفحات طالب مني شاهد اي اعلان، بس بفتحه هون ما في اي مشكلة، بيعطيني فورا الكاباتشا والعداد الرقمي موجودي، يعني القسم الثاني من الرابط سهل. يعني الرابط شوي طويل لكن ما انه معقد، يعني الامور فيها بسيطة، كل ما عليك انه الانترنت يكون مقبول مشان تفتح معك طبعا هاي الاعلانات بسهولة. الصفحة اللي بعدها شايفين اصدقائي كمان ممكن يطلب منا waiting for ad click اي شيء، تمام هيك بيمشي الحال، هون ما بده انطر continue، هون 3 على 3 كمان شاهدنا اعلان مدة ثواني، شايف اصدقائي well done you're ready to continue continue، بضغط عليها وبنتظر يرجعني للموقع المشروح واكسب قيمة طبعا هذا الاعلان. هيك رجعنا شايفين اصدقائي، بنتظر ضيف القيم، شايفين اعطاني ال 400 توكن، صار معي كمان هون ناقص مطالبة، يعني راحوا عندي وحدة، الساعة عندي 8 مطالبات، على الاغلب راح طالب فيهم طبعا بعد اكمال الفيديو عشان اكسب هاي القيم. وطبعا المكسب سهل وبسيط، شايفين اصدقائي مانو صعب ابدا، ونحن مثل ما قلنا بتجاوزنا طبعا هاي الروابط كمان بيعطينا انرجي بنصرفها كلمة اوتو فوسيت، طبعا مثل ما قلنا هون بيعتمد على الانرجي، طالما انا معي انرجي داخل الموقع راح يضيف لي 25 توكن كل 25 ثانية، هذا شيء كتير منيح لحتى ينتهي الانرجي، يعني انت كل ما اشتغلت 4 5 روابط حابب ترتاح تفتح هاي الصفحة اوتو فوسيت هو بيضل يضيف لك هاي القيم. شايفين أصدقائي بنتظر هون أنا اكتمال عدادي راح يعطيني هون 25 توكن، بصير معي 537، مثل ما كنتم ملاحظين من حد الصفحة ويضيف لي هون برصيدي 537. شايفين أصدقائي خلصت انرجي، أنا تجاوزت رابطين تقريبا فقط لا غير، كانوا قيمة طبعا هدول الزيادة اللي كسبناه هون خلال هاي الثواني. موقع كمان فيه تحديات، فيه كوبونات، إذا رحنا على كلمة كوبون وتابعنا أصحاب هذا الموقع على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة فيهم
ممكن كمان ناخذ كوبونات طبعا خاصة من تليجرام بشكل أصدقائي اللي هم متابعون، بنشوف إذا أعطوا كوبونات كمان بنحط الكوبون مع ريدم وبنكسب قيمة طبعا هاي الكوبونات. طبعا أصدقائي بعتقد هذا الموقع مميز سهل بسيط من أسهل المواقع اللي ممكن نكسب منها عملات رقمية بشكل مجاني، كمان راح أحط لك بصندوق الوصف أخي الكريم مجموعة من المواقع المشابهة لهذا المبدأ كلها ممكن نكسب منها عملات رقمية بشكل مجاني مع إثباتات السحب من هاي المواقع. طبعا اصدقائي بدي اؤكد دائما ان سؤال مجال الربح من الانترنت بشكل عام، ربح عملات رقميه باير الفوشيت باي باينانس كيو كوين ميكسي وغيرها، اكتب لي بالتعليقات ان شاء الله بنقدر نساعدكم. في النهايه لا تنسوا اخواني اذا ما كنتم مشتركين بالقناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس ادعمونا. دائما دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.